ضد الاحتلال الفرنسي في بلاد تشرب المجد وتزري بالمقابر، عاصف يغلي وبركان من الويلات فائر، هي للأجيال نبراس وللدنيا منابر، هي صوت الحق إن صاح بأعماق الدياجر، يا أيها الطاغي ونور الفجر تبديه النواظر، فاذكر إذا عصف الفناء بأنها أرض الجزائر، أرض ترويها الدماء ترود ساحتها الجماجم، فالموت إعصار يدور بكل طاغية وآثم، وطن العروبة والسموم تفيض من شدق الأراقم، جرح على العادي يثور مدمدما كالسيل عارم، ويل لزارعة الشرور، ويل لعاقبة المظالم، من غضبة الأحرار، من تزآر أشبال الضياغم. وينزف أيضا شعرا ودمعا على شهداء الموصل في العام 1959: بغداد والتهب الصراع لدى انتفاضات الأماجد، وطوى سماء الموصل المخضوب صيحات المجاهد، يرنو إليك أيا عراق وأنت تنهشك المكاهد، ما أشبه اليوم بالأمس، يرنو إليك أيا عراق وأنت تنهشك المكائد، ويصيح لا تخشى الطغاة الضامئين إلى المفاسد، واصمد ليطهر جرحك المحموم في لهب الشدائد، ويروح يهدم وتروح تهدم سورك المصدوع آلاف السواعد، لتعود حرا للحياة فلا مراوغ أو مباعد، وطن العروبة عددت أسماؤه والشعب واحد، ما غاب سرك لم يمت من كان للأحرار قائد، إن جف نهر نضاله غذته من دمنا الروافد. ويبقى أندر ما في شعر الراحل وأكثره فرادة في باب الرثاء هو رثاءه لنفسه، عندما شعر بدنو الأجل مقاربا حقيقة الموت بمضمون شعري تطغى عليه السوداوية والكآبة، لكنه يبرع في إخراجه بقالب شعري ساحر، فتعجب من أين له هذا التماسك حيال أبغض مصير يواجه بني البشر، مطلقا في تعلته الأسئلة الكبيرة ومجيبا عليها بمنطق عقلي حاسم، تترى فيه بنات الأفكار مزينة بأبهى حلل البلاغة. أأحيا والدجى لف المغاني، وأذرف دمعتي مما عراني، وأصبر والردى يسري حثيثا بأعصابي وينهش في كياني، وعمري ميت الآمال أمسى دقائق تستحيل إلى ثواني، على البلوى صبور لا أبالي، شربت الموت من كف الزمان، كم انسابت على صدر المدمى ذوات الدل مترعة الدنان، فكم من وردة ذبلت وماتت، ونجم آفل قبل الأواني، ونفسي مثل نفسي في حشاها، رياح الحزن رافعة السنان، رياح الحزن راعفة السنان، أناخ الليل وانطفأت شموعي، ودفء القبر في لهف دعاني، هي الدنيا ومن أضحى عليها، سحاب عابر الآفاق فاني، فصبي من دموعك واغسليني، وضمي جبهتي فالموت داني، ولا تأسي على فقدي فإني سأحيا كالأزاهر في الجنان، ولولا حب أطفال صغار
لما أشفقت من ريب الزمان ولا أطرقت ما بين البرايا كأني شارب كأس الهوان، ولكن عز أن أحيا كفيفا وفي عينيك نورت الأمان، فكون الشمس تمرح في عيوني وكون الروح تسري في جناني، وقولي لم يمت ما زال حيا أبوكم فاشربوا نخب الحنان، وزوري إن أطل الصبح قبري وطير الدوح صداح الأغاني، ونوحي كل ما نثرت عليه بنان الريح زهر البيلساني، ففي أعوالك السامي لحون حسبناها صدى لحن الأذان، فقمنا ننفض الأكفان عنا ونسعى للعناق وللتداني. هذه أيها الإخوة والأخوات كانت وقفتي الأساسية مع أحد شعراء جبل عامل الراحل المرحوم حسين علي صار. لست أدري كم من الوقت تبقى لي، لا أظن أربع دقائق. طلب إلي الدكتور علي عجمي أن أضيف في هذه الأمسية بعض تلاوات عن الشاعر الراحل موسى الزين شرارة. فيما تبقى من الوقت سأحاول أن أختار شيئاً أو بعضاً من الأبيات من قصائد للشاعر أبي عدنان موسى الزين شرارة الذي تعرفونه كلكم. هو شاعر آخر من جبل عامل، مجل في ميادين الثورة على التخلف والإقطاع بجناحيه السياسي والديني، وسيف مسلط على الفساد والظلم حتى آخر قافية من روحه. موسى الزين شرارة أبو عدنان الذي امتلك نواصي الشعر من كل زواياها، ثائرا ناقدا ساخرا ومتهكما، لكنه هادف أبدا لم تته سهام قوافيه مرة عن الاستقرار في كبد الحقيقة. الفقر والبؤس والآلام تغذية للشاعرين، فعذب واسمع الغرارة، لو لم يصب بالعمى والفقر صاحبهم أبو العلاء لما جل ولا ابتكر. الشعر كالجوز لا يعطيك مهجته ولا ترى قلبه إلا إذا انكسر. لو كان أبو عدنان حاضرا اليوم لكان شاعر الثورة الأول، لكن أبا عدنان عمل على هذه الثورة، وهذه الثورة التي نحياها اليوم ليست وليدة الصدفة، هي وليدة تراكمات، سنة عبر سنة وعقدا وراء عقد، حتى واجه هؤلاء الأغبياء من حكامنا الذين لم يدروا أن للشعب طاقة لها حدود، بقوا على فسادهم، أمعنوا في طغيانهم وفي تنفيذ مصالحهم على حساب مصالح الشعوب، حتى وصلنا إلى هذه الثورة التي نراها ثورة مباركة ومنتصرة بإذن الله. أريد أن أقرأ عليكم ربما ختاما قصيدة موسى الزين شرارة التي نشرها وهاجم فيها المتسلطين على الشعب وأعلن ثورة باسمهم آنذاك. قالوا وقد أرقتهم بقصائدي، قالوا وقد أرقتهم بقصائد مشبوبة الأبيات والكلمات، قل ما تشاء فلن تحرك صخرة أو ترجع الأنفاس
للأموات سنظل ندعى رغم كل فسادنا وصغارنا بالصيد والسادات. يقول لهم: كونوا فراعنة شدادا واحكموا وتحكموا وتسلطوا كطغاة، لن تخنقوا صوتا صريحا ثائرا. موسى أنا وقصائدي توراتي، والثائرون على التخلف والشقى، وزنود أهل الكادحين عصاتي، ومدامع الأيتام في جوف الدجى، والأمهات الخائفات دواتي. أنا مرسل إيقاظ أهلي، بعثهم، تحريرهم، إنقاذهم. أنا مرسل إيقاظ أهلي، بعثهم، تحريرهم، إنقاذهم، آياتي. وقف عليهم أو على إيقاظهم، شعري وما ملكت يدي وحياتي. سأظل أصرخ ما حييت بسمعهم حتى تفتق سمعهم صرخاتي، وأمزق الجلباب عن إجرامهم، وأزيح سحب الوهم والغيمات. شكرا لكم على حسن إصغائكم. لا أدري إذا كان هناك متسع لأسئلة أو